ابقى معي دكتور محمد سعود. إليك اسمح لي أيضا نشرك معنا، اسمح لي أستاذ صفوان، معنا الآن الباحث في العلاقات الدولية محمد اليمني من القاهرة عبر سكايب أيضا. يا مرحبا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم. كيف تنظر إلى ما شهدته أنقرة اليوم من لقاء وصف بالتاريخي بين أردوغان وبن سلمان؟ يعني أنا أقول لك في البداية لابد أن نرجع إلى التاريخ. في عام 1955 هذا التحالف الذي كان تحت مسمى المعاهدة المركزية أو ما يعرف بحلف بغداد كان يضم إيران وتركيا وأيضا باكستان والعراق، ولكن كان الذي ذهب إليهم هناك في هذا التوقيت هو جون فوستر وزير الخارجية الأمريكي في ظل هذه بخصوص التراجع البريطاني الفرنسي وتصاعد الاتحاد السوفيتي آنذاك. هذه نقطة. أما النقطة الثانية، كما نعلم أن في الماضي أو في خصوص الأزمة السورية كانت المملكة العربية السعودية كانت لها دور فعال في الحرب السورية، ولكن كما نعلم أنها هذه الحرب أو هذا الفاعل هناك في سوريا تراجعت كثيرا جدا عن الماضي، ولكن لابد أن ننظر في هذا التوقيت أن هذا التحالف هل قابل إلى النجاح أم لا. وكما نعلم أن المتغيرات الجيوسياسية والمتغيرات الجيوستراتيجية بخصوص هذه الحرب وهذه الأزمة الأوكرانية أو الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت مفاهيم كثيرة وغيرت تحالفات كثيرة ودول كثيرة انتفعت بهذه الحرب ودول كثيرة ضرت هذه أو تضررت من هذه الحرب. هذه جزئية، ولكن هذا اللقاء الذي هو تاريخي بالفعل يوجد الآن مصالحة كبيرة جدا محمد بن سلمان هناك مع رجب طيب أردوغان لعدة محاور وعدة ملفات، ومن أهمها التدخل الفعلي من قبل تركيا على الدول العربية. لأن أيضا لابد أن أقول لك في هذا التوقيت أن محمد بن سلمان عندما جاء إلى مصر في الأيام الماضية أو أول أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من ضمن هذه المناوشات أو من ضمن هذه الملفات التي تكلموا عنها هو ألا وهو عدم تبني أو تبني عدم الدول الفاعلة أو التدخل الفعلي في معظم القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة العربية. والآن هم الآن ينظرون إلى المنطقة العربية لابد أن تقوي، ولكن لابد أن نعلم أن جون بايدن في هذا التوقيت هو من خطط لهذا. وأيضا كما نعلم أن الآن الاستراتيجيات اختلفت تماما، لأن كما نعلم منذ أن جاء جون بايدن إلى الحكم أمور كثيرة تغيرت. تمام أستاذ محمد، ابقى معي لو تكرم. والأمريكية السعودية كثيرة جدا.